ايه اللي خلاك سلكت هذا المسلك اللي ممتلئ بالاحمال والمسؤوليات والضمير؟ يعني اللي انا قاعد عمال بسمعه من السيناريست والكاتب ايمن سلامه ده رجل يمتلك ضمير شديد اليقظه يكاد يكون لا ينام. بتبدا كلامك من قبل ما نسال تقول لي دي مسؤوليه قدام ربنا يوم القيامه، هنقول لربنا ايه على اللي احنا بنقدمه للناس؟ ايه اللي يخليك تروح لهذه المهنه اللي ممتلئة بالمشقة؟ أنا هقول لحضرتك، أنا يعني من وأنا طفل صغير أنا لم أحلم أن أكون زي الأطفال كده بتحلم أن يكون ضابط، مهندس، دكتور. أنا طول عمري أنا عندي الكشاكيل بتاعت أولى ابتدائي ما كاتب عليها المؤلف أيمن سلامة. أنا حلم عمري أن أكون مؤلفاً. لأن وأنا طفل صغير جداً حادثة كده أن أنا بتفرج في التلفزيون فشفت الدكتور يوسف إدريس الله يرحمه، فعجبني الكاركتر عبقري، فسألت هو ده بيشتغل ايه، فعرفت انه كاتب. انا قلت خلاص انا هشتغل كاتب، انا هطلع كده. وابتدي كان والدي الله يرحمه كان بيجيب الاهرام، فكان كل يوم اربع في مقال اسمه من مفكر الدكتور يوسف ادريس، فكنت اقص المقال ده واقعد احفظه تمام. وفضلت في حياتي كلها عندي هدف وطموح محدش يعني كان فاهمه ساعتها، أن ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد. هو ده كان هدفي، وبالفعل جيت بعد الثانوي دخلت المعهد وتقدمت ونجحت بالاختبارات واستمريت حتى تخرجت من المعهد. فكان هي دراسة الدراما هي كانت يعني هدفي وحلمي طول عمري. بس وفهمت كويس قوي، لان انا كنت من المحظوظين ان انا درست على ايد اساتذه كبار جدا زي الدكتور فوزي فهمي من البنائين العظام يعني، ودكتور غالي شكري، اساتذه كتير جدا. انا مش عايز انسى الاساتذه العظام اللي درسوا، الدكتور عبد العزيز حموده، دكتور محمد عناني، دكتوره نهاد صليحه، اساتذه كبار الحقيقه. فتعلمت منهم حاجات كتيره، اهمها ان انت ماذا تقول وبتقول لمين وبتقدم ايه. فلابد ان تكون ذو ثقافه موسوعيه، لازم تكون عندك الثقافه اللي انت تقدر تخاطب بيها الناس صح، ما تقولش كلام غلط. فابتديت اكون نفسي، هي دي كانت البدايه. فيعني فيزداد إعجاب المذيع إعجابا على إعجاب، لأنه يبقى إعجابي الأول مرتبط دائما بأعمالك، فيبقى إعجابي الثاني أكبر كمان من الإعجاب الأول، لأنه الكلام فعلا واضح جدا أنه هو ده اللي جوه ضميرك. يعني مش بتقول كلام، يقول لك إيه، إحنا مش بنقول كلام صحافة ولا كلام تلفزيونات، عارف المقولة الشهيرة، فبتقول كده. طيب ده بيخليني أسأل، أيهما أكثر تأثيرا، سينما ولا دراما؟ لا تلفزيون. دراما طبعا، لان السينما فيه يعني انت النهارده انت 100 مليون، لكن انت النهارده لغايه دلوقتي في الاحصائيات جمهور السينما في مصر لا يتعدى ال 2 مليون. فانت ما زي الصحافه للاسف الشديد، ان انت عندك 100 مليون بس النهارده. وايهما احلى؟ الجورنان بيطبع 30 الف نسخه. ومين الاحلى؟ الاحلى السينما. طب ليه فيلم واحد ما تجاوبش؟ أروح للفاصل ونرجع، في حين أنه فيلم مهم بيناقش فئة عمرية، وده في حد ذاتها أصعب فئة عمر، المراهقين، بنات ثانوي أو المراهقات في هذه الحال. بس هسأل، هو ليه فيلم واحد مع أنها الأحلى؟